ومن قوة. تدخلت شخصيا، تدخلت باستعمال إمكانيات الاتحاد، تدخلت حتى باستعمال إمكانياتي الشخصية لحماية الفريق الوطني. لم أتدخل يوما أو لحظة في شؤون المنتخب، بالرغم من أنه نقول لكم ما كانتش هذه الوضعية في السابق، كانت حتى يعني نوصلوا حتى نحدوا قائمة اللاعبين. أنا الجميع يشهد أنه لم أتدخل يوما في صلاحيات، بل حميت الفريق الوطني، حميت الناخب الوطني، حميت الجميع من أي تدخل كان، من مهما كان تدخل. كنت أنا في الواجهة نتحمل كل ما يجب أن أتحمله، واليوم أنا أمامكم لأتحمل كذلك جزء من المسؤولية في كل ما موقع. وفرت للفريق الوطني كل الإمكانيات، لم أبخل بشيء. كل الفرق الوطنية عمرها ما كانت الفرق الوطنية تعنى في هذا الكونفور، في هذا الراحة، وفي هذا الإمكانيات. وهذه مش أنا أقولها لكم، الجميع يقولها، عمرها ما كانت الفرق الوطنية في هذا. أنا قلت التزمت واحد المرة، وقلت كثير مرات نقولها حتى للاعبين، للفرق الوطنية، للنخب الوطنية، أنا بالنسبة لي U15 كما ليكيب A نفس الشيء، فرق وطني يدافع على لو درابو د الجيري. كونت يل جو سي لو درابو د الجيري كي لا، اي سي بور سولا كو بور موا سي لا ميم شوز.